احسن حاجه الدربي نتاع اللي ربحناه قبل الماتش الاخراني، اللي عملت اسيست فيه. اي ذاك اللي عطيت للبول، عطيت الباس للمنيو. لا ذاك اقوى سنساسيون الحقيقه، معناها اقوى سنساسيون في حتى انا نصور حتى الكلوب ستيا يقول لك هذاك اقوى دربي ممكن في تاريخ الكلوب، خاطر فيه لونجو كبير. اذا تربح لسبيرونس ليتوال وانتم تلعبوا على الشامبيونات. احنا لسبيرونس ليتوال معناها تخسر الماتش هذاك تخسر شامبيونا مع زوج جمعيات اللي ما يلزمكش تخسر معاهم شامبيونا، فهمت؟ صحيح. اي بي اما سهل برشا تشكيك وسما في الشامبيونا هذاك خاصة في الكلوب من الحكام. اللي عندي انا اللي شكك ما يفهمش كوره الحقيقه، مع كل احتراماتي راه انا بشو انا واقعي راه انا حقاني واقعي وما على باليش معناها، فهمت؟ شوف باغ اكزومبل جي بيريود ديسبيرونس تستحق الشامبيونا، تهز الشامبيونا ليتوال جات عام هز فيه شامبيونا معناها وكانت هي قويه وهز الشامبيونا. العام هذاك احنا اقوى منهم الكل راه الحقيقه باللي في كيف هذاك والجروب هذاك. اما يتقال خبيتو برشا بيناتيات مش من حقكم، مثلا ماتش قلوان ماتش جرجيس اخزر لي ساري فراو ليتوال ظلمت ماتش كفسه، قداش من ماتش تظلمنا نحن، تظلمنا برشا ماتشوات ساري اربيتر باش يغلط في ماتش ولا زوز معاك، وجات خاطر نحن وقت البريود هذيك احنا فور برشا كي نلعبوا كونتر مثلا قفصه ولا جيبس ولا اي واحد نحطوا عليهم بريسيون كبيره، حطوا عليهم بريسيون كبيره فهمتني؟ صحيح. والماتش تاع الدربي كان ذكروا عاود تفرج فيه، حط ماتش تاع الدربي اللي ربحناه. لا نفكر بالديتاي. الكلوب تاعو ما حبش ندخل كوره. ما ليه ما تنجمش تقول الكلوب وقتها ما تستحقش الشامبيونا، كي تفرج في الماتش هذاك تحس اللي الكلوب تستحق الشامبيونا مع معناها ما عندهم حتى مزيز، حتى الاكسبيرونس وقتها معناها حتى انا نحكي مع اصحابي تو جواريات لعبت كونتيرهم واصحابي جواريات الاسبيرونس يقولوا لي مثلا الماتش هذاك سبحان الله اقوى منا، جيتوا في نهار اللي امبوسيبل، خاطر النهار هذاك نحن كنا ايبر موتيفي ايبر موتيفي، خاطر نتصور فما جواريات تبكي في الكار كي نشوف كي شفنا الجمهور لبرا يجري ورا الكار والعباد كيفاش جواريات في الكار تبكي، بس امبوسيبل حتى كان جات مش الاسبيرونس، انا نتصور حتى اي جماعه اخرى كانت نعملوا ماتش اكسبسيونيل وعملنا ماتش اكسبسيونيل انا نقول سورتو لي بلون تكتيك تكنيك فيزيك كل شيء كنا معناها في التوب نيفو نتاعنا. فهمتك. اش قالك في ليكيب اليوم وسام؟ اليوم والله ليكيب الحاجه الباهيه يعني اللي قاعد نشوفها في الكلوب انه بداوا يطلعوا في ولاد الكلوب يعطيهم شانس، فهمتني؟ فما جواريات قاعده تاخذ في الشانس نتاعها في الكلوب توا، ولازم كونتينيتي لازم يخليهم يلعب. شكون اللي عجبك مثلا؟ عجبني ادم رغم اني ما لعبش بوست نتاعو. اي كعاب عجبني انا الشماخي كيف معناها انا اول ما جاء انتقدوه برشا حبوا يسيبوه بري كل شيء وعنده برشا كاليتي من اللي في باجا، فهمتني؟ مكسب لازم تكون كونتينيتي، ما فهمش كونتينيتي اسلام في الكلوب كل عام وعام وهذيك المشكله. صحيح تشوف هذه المشكلة وين تشوف الحل باش الكلوب يخرج من الأزمات سيرتو المشكلة نتاع الفلوس والنقاط والحكاية هذوما؟ ها؟ قلت لك وين تشوف الحل باش الفريق يخرج سيرتو من الأزمة هذه نتاع التهديد من الفيفا والحكاية كما هذوما؟ شكون تشوف المسؤول على الحكاية هذيا واحد وشكون وين تشوف الحل معناه؟ أنا الحقيقة من قبل نقول فما حاجة غلطة في الكلوب اللي هي شنو؟ الريكروتور في الكلوب فما حاجة ماهيش موجودة اللي هي موجوده في الاوروب، يلزمك تعمل ديسكاوت ديريكتور سبورتيف ديريكتور دو ريكروتمون، هذاك هو المسؤول على الريكروتمون، يلزم ديريكتور دو ريكروتمون مش ديريكتور سبورتيف يعمل كل شيء، يجيب جوار ويخرج لونترونور ويجيب جواريات ويدخل جواريات ويطلع من لي جون، ما ينجمش يعمل هذا الكل. يلزم فما سكاوت في الكلوب، يلزم عندك زوز ثلاثه تحب تختار من لي اونسيان جوار نجم تلقى، فهمت؟ فما عباد سبيساليتي نتاعهم سكاوتينغ، يمشي سكاوتي الجوارات يتفرج، فهمت؟ باغ اكزومبل انا حاجتي بارير دروا اليوم ولا حاجتي باتاكون، مش ندخل على الانترنت نشوف شكون قداش ماركي ولا قداش من مره معناها الكلوب غلطت في الكاستينغ نتاع لي زاتاكون وقداش من اتاكون يجي وما ينجحش،
مش على خاطر هو مش متابع برشا 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 قداش من جوار فيه وما نجحش. انا براتيكمون ممكن الثمانيه سنين اللي عديتهم في السينيور لعبت مينيموم 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 فما ممكن 60 جوار تعديهم معايا ما نجحوش. برشا جوارات. علاش؟ خاطر يجي الكلوب ما ينجمش يتاقلم في الكلوب. مش سهله خاطر مش سهله باش تمشي، مش سهله باش تلعب في جمعيه ينجموا يعبيوا لك 60,000 كل ماتش، مش سهل. صحيح صحيح. اليوم انا الان نصور من الراي المتواضع يلزم ديريكتور دو ريكروتمون ريكروتور معناها الاول ريكروتور الاول تحط معاه ثلاثه يسكاوتيو الجوارات، يمشي يسكاوتيو يمشي يتفرج يتبع لك الجوار شهرين ثلاثه اربعه، فما كونتينيتي في الروندمون تاعو، فهمت؟ فما كونتينيتي في البرفورمانس، نفس البرفورمانس يعطيك الماتش هذا والماتش الجاي، فهمت؟ ما تاخذوش على ماتش على زوز على اربعه على ست، تاخذوا على سيزون. مثلا انت سنه تقول باش نتبع فلان فلان فلان، وقتاش تخوم؟ تخوم العام اللي بعده. والعام اللي بعده ديجا انت محضر الليسته نتاع الجوارات اللي تعبعتهم العام اللي فات. هكاك يصير. ريكروتمون تصير هكاك، فهمت؟ وسكاوت. كان جات فما هادي في الكلوب وراه ما صاروش المشاكل تاع الفلوس. راو السلاريت هذوما راهم مش موجودين. ومن بعد فما غلطه نتاع 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 السلاريت الكبار، غلطه كبيره الحقيقه. سليم الريح. اي طلع هو طلع برشا البار، وفما برشا جوالات جات للكلوب ما لعبتش وتسال فلوس. سي نورمال. فما حد يلعب فتره دقيقه. ما عادش نجم تخلص. وسي نورمال الديريكسيون اللي تجي بعدك مش باش تخلصهم خاطر ماهمش هما اللي جايبهم. يقول لك انا دخلني جوار يسال مليار وما لعبش معايا. صحيح. اسامه خرجه ديجون جات في وقتها، في الوقت اللي انت وقتها كنت كارتين من الكوب دافريك ما عرفتش اللي كانت مفاجاه شويه. اي جات في وقتها الحقيقه، جات في وقتها خاطر تنحيت من الكوب دافريك وانا وقتها حسيت روحي رجعت معناها بدي بعد البلاسور وبديت شديت روحي شديت فورما. البريود هذيك زاد وقتها في ليك ناسيونال براتيكمون استاجيت الكل مشيتهم. مشيت من بعد جيت لوفر هذيك في واحد يمشي يلعب في الليغان الحقيقه في فرنسا باش تزيد تطلع في النيفو نتاعك باش تزيد تحسن النيفو. جيت في وقتها ما خافوش شويه انك مش انترناسيونال وقتها ما مشيتش كوب دافريك، هما ما قلقتكش شويه الحكايه هذيا معاهم؟ لا ديجون هما تفرجوا في ماتش باريس سان جيرمان وتفرجوا في ماتشات قبل باريس سان جيرمان، مي باريس سان جيرمان هو اللي كونفيرمي لهم اللي باش ياخذوني انا، خاطر هما كانوا عندهم تروا شوا تاع رير جوش. الشوا الاولاني كنت انا، كي تفرجوا في باريس سان جيرمان كونفيرميو الشوا هذاك. فهمتك. خرج كلام وقتها انه كانت باش تعطل الصفقه خاطر سليم الرياح يطلب يتصبوا الفلوس في الكونت نتاعو، هل صحيح هذا ولا؟ لا ما نجمش نحكي عليها اسلام هذا يا خويا. ايوا حاجات هذوما ما نجمش نحكي عليهم، لي ديتاي معناها فما دي ديتاي نتاع الترونسفير وكل شيء ما نجمش نحكي عليهم الحقيقه. فهمتك باهي مساج. اسامه اول ماتش نتفكر ظهرلي في الثلج. اول ماتش كنت الكون في الثلج جاي. بيضة الدنيا بيضة والكرة حمراء. ورغم ذاك اول مرة ظهرت تلعب في ظروف هكاك عملت ماتش كبير. هذاك الماتش اللي ربحت بيه الكونفيونس تاع لونترونور ديجا باش من بعد الماتش اللي بعده في ليون كونتر ليون في ليون لعبته ديريكت. اما لونترون تاعك تطور برشا في فرنسا ما عملتش في فريق كبير. اي عملت الحقيقه معناها عملت بروغريسيون بارابور كي كنت في تونس كي مشيت لفرنسا حتى تو معناها نحس في روحي ديما اون بروغريسيون الحقيقه نتقدم. شنو الحاجات اللي تعلمهم غادي اسلام؟ ريغور كونسنتراسيون حتى كشي اللي في الماتش معناها ساعات تطيح الكونسنتراسيون كي تتعب في 70 75 وقت تكثر الاغلاط تولي نونشالون تعمل لي فوت فهمت؟ وقتها تعلم برشا حاجات في فرنسا تكتيكمون تكنيكمون يخدموا برشا فيزيك كيف كيف